طبعا بتعليمات وتوجيهات سامية، وطبعا تحقيقا لرؤية الكويت 2035، نبدأ اليوم بالافتتاح التدريجي للتشغيل التدريجي لمستشفى الفرمانية الجديد. هذا المستشفى اللي صراحة يعني يقارن بأفضل المستشفيات على مستوى العالم من ناحية التصميم والتجهيز. احنا اليوم بدينا تشغيل التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي وعيادات العلاج الطبيعي في مستشفى الفرمانية الجديد، والحمد لله يعني المنظر يعني يريحنا ان احنا العمل اللي اشتغلت عليه الدولة ووزارة الصحة على مدى السنوات الآن بدأ يثمر الحمد لله، وسيستمر التشغيل التدريجي خلال الأشهر القادمة بنقل أقسام قسم قسم، النساء والولادة ثم الأطفال وهكذا خلال الأشهر القادمة إن شاء الله. المرحلة التشغيلية الأولى في مستشفى الفروانية الجديد تمثل إضافة جديدة لهذا الصرح الطبي الكبير، ويعتبر نقلة نوعية للمنظومة الصحية في البلاد. اليوم أول افتتاح أو تشغيل المرحلة الأولى بالنسبة للعلاج الطبيعي والطب الطبيعي والتخصصات المساندة لهذا القسمين، وتتبعها عدة مراحل لتشغيل المستشفى كامل بإذن الله. العلاج الطبيعي والطب الطبيعي يستقبل بالنسبة للمستشفى الفرعي يستقبل نسبة كبيرة من المرضى وعدد كبير بالنسبة للمستشفى القديم. الحين حاليا إن شاء الله راح تقل التزاحم والفترات الانتظار بالنسبة للعلاج الطبيعي والطب الطبيعي بافتتاح هذا المستشفى الجديد. احنا نشتغل على تأهيل الأشخاص اللي عندهم إصابات، أي نقص في الحركة في التوازن في الأمور هذه، فأرجع لحياته الطبيعية. هذا بالنسبة كمجتمع، من ناحية المجتمع والناحية الصحية أيضا عندنا أساليب علاجية أو أجهزة علاجية جديدة راح إن شاء الله راح تستعمل وتستخدم في علاج المرضى، يعني راح يعطينا خلينا نقول مجال أكبر لخدمة هذا الوطن وهذا المجتمع إن شاء الله. مشروع مستشفى الفروانية الجديد يعتبر من بين أكبر نماذج الخدمة الصحية المتكاملة في البلاد، ويضم إمكانيات ضخمة تتسق مع أحدث المواصفات العالمية. تم البدء بتشغيل أولى المراحل التشغيلية لهذا المشروع ولهذا الصرح الطبي الذي يأتي مترجما لخطة التنمية للبلاد ورؤية كويت جديدة 2035. هذا المبنى حقيقة وهذا المشروع المتكامل يحتوي على 5 مباني، المبنى الأول والثاني اللي احنا الآن متواجدين فيه وهو مبنى العيادات الرئيسية ومبنى المستشفى، المبنى رقم 3 وهو مبنى طب الأسنان، المبنى الرابع وهو مبنى للخدمات، المبنى الخامس في هذا المشروع وهو مبنى لمواقف السيارات. وزارة الصحة حرصت على توفير كوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى لتشغيل المستشفى لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.